ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم السبت 6 أغسطس آب 2022، هيكون يومك ده عادي جدا. لكل مواليد الدلو هيبقى فيه توازن كبير جدا في الحياة المالية عندك، هيتظهر من خلاله شوية من الفرص اللي بتعتبر جديدة علشان تكسب من خلالها كتير من الأموال. هيكون عندك فرحة كبيرة، رضا كبير في الأسرة، وعليك انك تتعرف عليه. النهاردة كل الأشخاص اللي حواليك يعتبروا ثعابين محيطين بيك، خليك حذر اكتر في مكان شغلك، وممكن تكون في شوية من مشاكل صحية بتمر بيها بسببها، ممكن تضطر انك تزور الطبيب. ده كله بسبب عدم الثقة في الحب والحياة الزوجية. هيبقى عندك اضطراب كبير، هتحاول انك تحل اي مشكلة بالحوار. ما تشاركش افكارك مع كل الاشخاص اللي حواليك. الثقة هي احد الحاجات اللي ممكن تبقى بتساعدك علشان تحافظ على اي علاقة تعتبر سليمة، لكن لما يبقى ده في الضعف هيبقى في مشاكل كتيرة بتجيلك واحدة تلو التانية في العلاقة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقوى موازاة الشمس للمريخ عزيمتنا اكتر وبيسرع ردود افعالنا. خليكم حذرين اكتر، رغباتكم هتبقى قوية، هنبقى سريعين في اننا نعرف نتصرف. العبور ده بيزيد من طاقتنا ومشاريعنا بشكل واضح، هنكون معتمدين على نفسنا وعلى ذاتنا ومبشرين ومتحمسين ومستعدين علشان ندافع عن كل الحاجات اللي بنؤمن بيها. هيبقى في تأثرات تنفسية كبيرة جدا لينا في الفترة دي، الوقت هيبقى مناسب علشان نكون استباقيين، نتجنب كل الاندفاعات اللي بنبقى بنمر بيها. بيستمر القمر في عبوره لبرج العقرب لحد المساء في اليوم ده، هيكون مشكل من خلاله جوانب كتيرة مختلفة قدامنا، هيبقى فيها تناغم، هيبقى فيها استراتيجيين اكتر وعاطفيين اكتر وحكيمين اكتر. علشان كده بنستنى دخول القمر في القوس في المساء اليوم ده حتى يتغير كل التفاصيل اللي بتتعلق بينا